الانتظار ديالي ربما بعض الاخوان اللي كيعتقدوا باننا ربما ما كنسمعوش بل على العكس من ذلك احترمهم احترام كبير جدا واقدرهم كما يحترمونني ويقدرونني كذلك ولكن كمسؤول في منظومه التربيه والتكوين العلمي لا بد ان اجيب على مكالمات مسؤولين من قبل السيد عامل او من قبل السيد المدير الاكاديميه او السيد المدير الاقليمي او حتى كذلك مسؤولين ترابيين فلا بد ان اجيب من اجل حل مجموعه من المشاكل التي هي من صميم اختصاصاتي كمسؤول في المنظومه. بغيت كذلك نتوجه للسيده المستشاره الاخت الفاضله الاستاذه فاطمه قلهو بان موضوع التربيه غير النظاميه كنت في المجلس الاعلى للتربيه والتكوين العلمي قد اصدرت تقريرا حول التربيه غير النظاميه وبالتالي عزز التقرير راي المجلس في الرؤيه الاستراتيجيه للاصلاح وفي قانون الاطار بما نفاده ان التربيه غير النظاميه اصبحت محدده بوقت زمني معين سينتهي العمل في اطارها وهي في افق 2030 الموكل ولهذا يجب التفكير في اعداد مشاريع من هذا القبيل ديال مواكبه المنقطعين عن الدراسه مع العلم من الاول الى غايه نهايه زمنيه السنه التاسعه اساسي انذاك في الثانوي المرحله ديال الثانوي كتكون اختياري الثانوي التاهيلي وبالتالي في التفكير في بناء مركز التربيه النظاميه لا اعتقد ان المديريه الاقليميه سوف تمشي في هذا الاطار لان اليوم عندهم واحد البروغرام جوسكا 2030 هذا البرنامج اللي هو الى غايه 2030 فيه مجموعه من المشاريع اللي كتندرج في اطار القانون الاطار وبالتالي يستحسن في المواكبه او حتى برنامج الفرصه الثانيه مهم جدا كنعتقد ان الجيل الجديد هو على ما هضرت انا كنعتقد معنا الاخت سيدي كنظن راه هي يعني شخص بعيد في الاطار هذا من ناحيه اخرى وانسجاما مع ونرى الاشاره اي تدخل على مستوى المديريه الاقليميه او الاكاديميه او الوزاره نرى الاشاره ديالها فيما يتعلق ببرنامج عمل الجامعه اولا بغيت نشير الى ان هذا البرنامج من حيث الشكل انتم كيف تشوفوا فهو كيتوفر على واحد الشكل وعلى واحد يعني منهج علمي باش تقدم مرفوق ومعزز بصور اللي كتدل على الانجازات مساله عرض النسب هي حسب تقدم كل مشروع على حده كتبقى واحد المساله اخرى هو لو كونتوني مضمون او ما يحتويه هذا المشروع طبعا هذا عفوا البرنامج عمل الجماعه طبعا في اطار التقييم واذا جينا نشوفوا ما تحقق من برنامج عمل الجماعه فراحنا غادي مزيان صحيح ان هناك واحد البطء نوعا ما ولكن هذا البطء خارج اراده ديال المجلس وخارج اراده المكتب المسير برئاسه السيد الرئيس علاش؟ لان بحال دابا مثلا فاش كنجيو نتكلموا على الملعب واحد المجهود جبار تبدل فيه وهنا غادي نذكر الاسم ديال المسؤول في الجامعه اللي غير مؤخرا البارح حضرت في الجمع العام ديال لاسو واستمعت لمكالمه هاتفيه مع السي ابرو اللي هو المسؤول على البنيات في الجامعه الملكيه لكره القدم وبالتالي اللي قال بان الملف ديال الملعب ديال وسلان راه ضمن المشاريع اللي في طور الانجاز وفي المكتب ديال السيد رئيس الجامعه وهي اللي جايه في الشطر الموالي وراه معنا تبارك الله المستشار السيد نائب السي حكيم رحموني اللي هو اللي قام بواحد المجهود جبار صراحه بالاتصال مع الناس في الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم واللي سرعوا الوتيره ديال الخروج ديالو للوجود هذا من جهه اخرى كذلك ما ننساش ان المنطقه الصناعيه اليوم هي الحمد لله ذات البوادر ديال الخروج ديالها للوجود من خلال يعني البدء في ورشه تشد واحد العمليه استقرائيه البرامج الانتخابيه ديالنا كاملين وبرنامج عمل الجماعه اللي درناه من اول سنه في سنه 2021 غادي تلقاو بان دوك لي كونت زاكس كلهم باقيين فيهم اون باغالي ما كاينش شي حاجه مثلا وعدنا بها وتخلفنا بها كاينه نقطه
اللي مازال هذا كنشد ان خاصها تضاف فيها الجوده، هي مساله ديال تحسين جوده النقل ومساله ديال لي بتي طاكسي. سياره تجاه صغيره لا يعقل على اننا حنا هذا الوقت هذا كيجيو يطلعوا الناس من مولاي زيدان ولا يجيو من العمران باش يجيو اما الجماعه ولا البشويه ولا المقاطعات كيجيو في تريبورتر. سي اناكسبتابل، وهذه كنتحملوا فيها المسؤوليه. ولكن لا باس نذكر واحد المجهود بنا على السيد الرئيس فاش جاء عندنا السيد العامل في اعطاء الانطلاقه ديال المسرح البلدي، تكلمنا معاه على هذا الامر هذا وكان وعدنا بانه غادي يدرسوا معنا بجديه. اذا خصنا غير واحد العمليه ديال التتبع فقط، وان شاء الله تعلينا هذا من المشاريع المهمه جدا. حتى واحد فينا ما يقبل امه ولا اخته ولا مرته ولا خوته يكون في التريبورتور باش يمشيو يتكدوا. المساله ديال المستشفيات ديال المجال الصحي، لان لابد ان نتكلموا على القطاعات اللي المواطنين هما في اتصال مباشر بحاجه ماسه يوميه اليوم. فبالاضافه للنقل المجال الصحي، المجال الصحي مازال خصنا فيه خدمه على مستوى المسلم. كنا كنطلبوا باش تكون عندنا مستشفى ديال الولاده، بالنسبه لوزاره الصحه عندهم واحد الكريتير باش يبدا المستشفى ديال الصحه، خص تكون بعدا واحد البعد على مستشفى اخر، بعد كيلومتري محدد بالقانون باش يديروه. دور الولاده بصراحه اصبحت دور الولاده ما كتقومش او ما عندهاش امكانيات ولوجيك وحتى الامكانيات اللوجستيكيه الطبيه باش تقوم بهذا الدور. راه ما كيعطيكش جينيكولوج، كيعطيك ساج فام. ساج فام راه الى وصلت الامر بالسيده اللي كتولد لواحد المرحله اللي كتستدعي فيها تدخل جراحي طبي من خلال سيزاريان او غيرها، راه ممكن ديك اللحظه اللي يتم النقل ديالها من دار الولاده المستشفى بانيو ممكن تفقد الجنين ديالها وتفقد حتى روحها. هنا كاين اذا الوزاره كتحكم واحد المنطق ديال المسؤوليه وحتى ديال الامور تطبق واعي. لذلك ما فيها باس نترافعوا على مستشفى خاصه في ظل هذه الكثافه العمرانيه اللي حنا غنديرها والتوسع العمراني اللي غندير في بزاف، فربما ان الامر اصبح كيقتضي يعني بشكل رسمي وبشكل آلي ضروره توفير مستشفى المهنه. لذلك ان حتى بانيو ما بقاش قادر يستوعب طبعا يمكن تكون توزيدو حتى الحجم كيصير فوق قطار الحالات الاستعجاليه ديال بانيو وسيدي قاسم. فهذا الجانب الصحي. الجانب التعليمي، الجانب التعليمي الاخوان نكونوا صادقين مع انفسنا شويه. الصراحه المديريه الاقليميه كتعمل مع ويسلان معامله خاصه. علاش معامله خاصه؟ لان ما كتلقى منطقه العمران في ظرف وجيز جدا، وفي نفس السنه كيتبناو ثلاثه ديال المؤسسات التعليميه، جوج تسلموا وحده في طور الانجاز وحده في قرعه عاوتاني كذلك مبرمجه. فهذا واحد المجهود اللي كيتبدل كما قالوا مستشارين في مناطق اخرى، هذا انحياز او تحيز لديك الجهه وعلاش وكيفاش. فدائما فاش كنتكلم مع السيد المدير الاقليمي دائما تيقول لي هذه المساله بالنسبه للخريطه المدرسيه، الاخت فاطمه كاين يسمى بالحواض المدرسي. فكل كوليج عنده واحد العدد ديال المؤسسات الابتدائيه هما اللي كيديو لها الوليدات اللي كيطلعوا للمستوى ديال التنميه الاعدادي، وبالتالي احيانا كيكون اكتبار في هذه الثانويه الاعداديه، وكيكون في ثانويه اخرى في حي اخر كيكون يعني مازال كاينه مقاعد. صحيح ان كاين عبء على الاسر، ولكن احيانا اذا كانت هذيك المؤسسه ما فيهاش البنيه ديالها محدده وما كاينش الامكانيه ديال الزياده في البنيه ديالها باش يزيدوا يبنيو قاعات اخرى، راه كاين اكراه كبير وكاين واحد المورفولوجيه ديال الاخوان ما خصهاش تتخلص بما فيها الساحه بواحد لا سوبرفيسي معينه، بما فيها القاعات خصهم يكونوا بواحد لا سوبرفيسي معينه، وخاصه دابا من والمناعم ان دابا الالتزام بالقانون الاطار يمنع من ان كليا على اي مدير اكاديميه ولا مدير اقليمي يبرمج شي مؤسسه خارج المواصفات ديال مدارس الرياده. وهنا كندعوكم باش تشوفوا هذه المؤسسات الجديده في العمران اي من سعود وتشوفوا لي شوفاج كيديني
يعني لي فيستيال الفيستيال كيديري القاعات ديال الاعلانيات كيديري القاعات والكورسات الدراسيه كيديري الان عاد ولينا الصراحه صراحه يعني المساله ديال الجوده مقرونه باش مقرونه بالجاذبيه وهذه الجاذبيه راه اكتيفيتي الجاذبيه ما يمكن تحقق الا بواحد البدايه بواحد الشكل معين اللي كيحبب وكيجذب هذاك التلميذ او ديك التلميذه وكيحببه في الدراسه بالاضافه للموارد البشريه اللي كتساعد كذلك في المساله ديال الجوده وبالتالي ربما انه خصها التفكير مؤسسات عليا مؤسسه ديال التكوين المهني هي كاينه عندنا ولكن انا ما اعيب على رئاسه الجامعه ديال المولى اسماعيل وقلت له الرئيس قلت له قلت له انا باش نوصل لجيس على التعليم راه جبت له سجل مسلم فقط كان عائق انا ذا مع الرئيس السابق وكان عائق حول الوعاء العقاري فمع الاسف كانت غتمشي للحاج الحمد لله اليوم راه الى في الكناس وغتبقى في الكناس والبنايه ديال التي غادي تبدا هي في ذاك الوعاء العقاري اللي كيجاور رئاسه الجامعه مع 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 الانصاف فكنا كنتمنوا واش تكون عندنا هنا المسجد لان انا كنعرف مزيان المسجد شنو كتجيب معها ونوعيه الاوتور اللي كيجي يسجلوا والمرافق اللي كيتم تحدثها ولكن مع الاسف اليوم الحمد لله كاينه اغلبيه مسجله كاين الحمد لله معارضه بناءه راه ممكن نترافعوا باش نعاودوا نجيبوا شي مؤسسه عليا ماشي بالضروره المسجد الا المسجد مشى في البلاصه راه ما عنده عليا الفنون والصحافه ما كاينينش في الناس وهنا فاش كنتكلموا على العداله المجانيه في توزيع الخدمات والعرض الجامعي هنا كنقول بان الاسلام لم تنصف من حيث المعاهد العليا لان بالنسبه لرئيس الجامعه كيتكلم ان الاسلام راه جزء من الكنيسه فعلى الاقل ان الاقطار العلميه العليا خصها توزع ما بين الاقطار ديال هذه المدينه مثلا تولان كان دراسه العلميه كلية الحقوق والعلوم الاجتماعيه والاقتصاديه الزيتون فيها كلية الادب كلية العلوم وعلى الاقل الوسلان تكون فيها معهد عالي او مؤسسه عليا لما سبقنا بدينا فيه النقاش وكانت بين بان السيد عام كان اجتمع مع الناس اللي هما كانوا كيملكوا البنايه اما حتى العطار راه مازال ديال ديال الرئيس عمر تقول لك عاوتاني انا اقتنيت في العطار ديال مجموع ديال الوسطات تاريخ تاكسي كلي واحد العدد ديال اذا هذه خصها بصراحه واحد الجلسه مع السيد العامل في حضور جميع المتدخلين باش هذاك الوعاء يتسلم لنا الجامعه ونبرمجوه يا مستشفى لائق مستشفى يا اما شي معهد عالي اللي يمكن تحنا هاد الوليدات ديالنا في الاسلام انهم يفكرون اليوم راه تيكوبيه راه الطلبه عندنا او على الاقل التلاميذ في مستوى البكالوريا راه عدد ديال التخصصات تيجهدوها بخلاف الا مشيتي للرباط او كازا او كراكش او طنجه التنوع الخارق والعرض الجامعي متنوع ومتاح حنا ما كنعرفو سيونس مات سيونس اكسبيرمونتال لاك الشريعه حرام اليوم عاد ملي كنتكلموا هذه عاديين على الان سي جي كنتكلموا على لو اش تي ما كنتكلموش عليها لو اش تي راه كانت من زمان عاد اليوم الدوله غتجعل من الدبلوم ديالها دبلوم عالي ولكن تيكوبيه الا مشيتي لسوق الشغل راه ماشي الدبلوم ديال لو اس جي هو الدبلوم ديال لو اس تي اولا ديال الانسا راه ابدا لي سكالور مكناس محتاجه لي سكالور ما عندناش اليوم لي سكالور صحات حكر على واحد ما غاديش نقول على واحد الفئه معينه ولكن لان لي سكالور كيخدعوا المتبرعين الواحد يعني البريسيليكسيون قاصها كتعتمد على التفوق ونسبه التفوق النقاط باش تكون نسبة التفوق النقاط في هذه المواد هو خص الظروف الملائمة تم دروس تمكن الولاد المسلم واحد اللي تيقرا في 40 في الكسر ماشي بحال واحد في كازا تيقرا في 20 في الكسر واحد اللي عنده دي فرونك اون بيكو تيقريو ماشي بحال واحد اللي طبيب غاب اللي عفوا استاذ غاب قليل فوقاش كيجي لك يعوضو راه الليسي لاحظتو لي واحد العامين راه كان عندهم ناقص حاج في الاساس ديال اللغه الانجليزيه في ليسكادور الا مشى التلميذ ديالنا من الاسلام خدا ولو 16 خداها من محمد الخامس
راه ما غاديش يدوز في الاختبار باللغه الانجليزيه، وما يمكنليش نحملو هو المسؤوليه، لانه هو كان حاضر في المؤسسه، ولكن مع الاسف الدوله ما مكنتوش من هذه الخدمه هذه باش يستافد كيما استافدوا باقي اطفال باقي تلاميذ المغاربه في المدن الاخرى. فهذا جزء يعني من التحديات اللي مازالت تنتظرنا، جزء من المشاريع كاوراق الصراحه. وننتقل للثقافه، ما يمكنناش كنجلس بكل صراحه، ما يمكنناش اليوم كنجلس من قيمه مجلس جماعه الاسلام في هذه المدينه هذه، وعندنا واحد الفئات او واحد العدد كبير وهامي في الجمعيات الثقافيه، ما يمكنناش ما نتكلموش على المهرجان في الجماعه. ربما ان الظرفيه العالميه اليوم، انا يعني شخصيا، ولكن ما نربطش الموقف الشخصي مع الموقف الجماعي. الظرفيه العالميه كتستعيد التحفظ على نوع ما على المهرجانات ديال الغناء وربما الى غير ذلك، ولكن كتبقى باننا حنا في دوله اللي غادي واحد التوجه معين، واحد التصور معين، على الاقل اللي حتى السكينه ديالنا ما يبقاوش يشوفوا مهرجانات اخرى. شحال واحد تيتلاقاو هنا في الفنانين، الفنانين الكبار هنا عندنا في مسلم ما مكتشفينش، ولكن كيعرفوا الناس خارج مسلم، او كما يقول مثلا المطرب الحي لا يطرب، بل العكس خصنا نديروا كافي احنا مع هذا المسلم هذا. وبهذا المنبر هذا خصنا نعتزوا في المجال الرياضي، خصنا نعتزوا بفرقه فتح مسلم والفرق اللي هي كاينه. علاش؟ علاش غادي نديروها؟ لان لما كتجلس وتستمع للتقرير الادبي والمالي ديالهم، وكيديروا لك واحد المقارنه مع مدن اخرى اللي اقل من الوزلات وعندها ميزانيه اكثر بكثير من جمعيه فتح الوزلات، وكتختار واحد المرتبه مع 19 ولا مع شحال، وحنا بهذاك القدر المتواضع حققوا الرتبه سعود. وسيبوني انا ما كنفهمش مزيان كره القدم، ما غنفهمش بحال السي حكيم وبحال السي زياني وبحال واحد مجموعه الاخوان، ما غنفهمش بحالكم، ولكن انطلاقا مما استخلص ذهني من خلال التقريرين ديال الباحث، فتنقول لهم شابو وتنحييو كل الناس على ذاك المجهود اللي كيديروه، بالاضافه الى حوالي تقريبا 40 اسره 40 صالات. انا راه تفاجئت، اقسم لكم بالله تفاجئت، انا كنت في الاولى تنقول هاي ما كاين منه والو، لا ما شفت بعيني وشفت التقارير وشفت لي صالير وشفت بان الناس اللي يعني انا اول مره كنعرف بصراحه، اول مره كنعرف فرقه عندها موظفين وعندها انا كنت احسب كل شيء متطوع، البعض اللي كتكون عنده بعض التعويضات المدرب معروف تيتخلص، ولكن ما شفت كاين واحد العدد ديال الناس اللي خدامين وفاتحين بيوت عن طريقها. فهذا مجال كيستدعي اننا نتدخلوا كجماعه من ناحيه خصو يجيو يديروا لنا واحد العرض هنا في المجلس، ونختاروا شي دورهم الدورات باش يعطيو لنا واحد العرض ثلاث اشهر حول المداخيل والمصاريف ديال التقرير الادبي والتقرير المالي، وناقشوا معاهم ديك الاتفاقيه نقول لك الاتفاقيه اللي كتبرم المجلس، لان كاين استمراريه المجالس واستمراريه العمل واستمراريه الاتفاقيات، وباش نديروا تقييم، تقييم ديال الاداء ديال هذه الجمعيه هذه، وفي نفس الوقت نشجعوهم ونرفعوا من ديك القيمه الماليه ديال ديك المنحه المخصصه لهم. هذا من جانب، جانب اخر ما نساوش واحد العدد ديال الجمعيات الرياضيه لا في التيكواندو ولا غيره اللي كيشاركوا كذلك ملتقيات، راه كاين منهم شارك ملتقيات دوليه، وحنا ما درنا حتى التفاته لهم ولو غير واحد الحفله ديال التكريم. فهذه مناسبه السيد الرئيس باش نشوفوا كاع اللي يتالقوا في هذا، شو كتسموا السي حكيم البطولة اللي دازت دوليا ومشاو الناس في التيكواندو السيزياني، مشاو واحد العدد ديال الناس اللي مشاو وجابوا تبارك الله ميداليه ذهبيه. اذا كيظهر لي نديروا واحد الالتفاته ونستدعيوهم كاملين ونكرموهم باش يحسوا براسهم انهم راهم مدعومين وما منسيينش. ديال دائما المورفولوجيا ديال المدينه ديالنا هو المدخل. كنظن السيد الرئيس راه من البدايه وانا عارف صراحه واحد الاحراج اللي وصلوا حتى مع لافارج، لان كانوا التزموا معنا على مستوى المدخل، المدار الكبير، الركبان الكبير
ديال البستان كانوا يلتزموا معنا باش هما اللي غادي يديروا له التهيئه وبالورود والعش وبالاماره. فنحاولوا زعما صراحه شركه طرفه شركه مواطنه الناس اللي فيها زعما خادومين ما فيها باس. نحاولوا نفتحوا معهم قنوات ديال التواصل لعل وعسى نوصلوا معهم الحل ديال انهم يقوموا بانجاز هذا المطار. هذا كاينه مبادره اللي كانت قام بها السيد باشا مشكور ديال هذه المطارات اللي كانت تهيئات بالكسك مع واحد العدد ديال رجال الاعمال في الاسلام. فهذه المبادره كانت مواطنه بصراحه وكنا شدينا على 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 يدي القائمين عليها بحراره. فعلى الاقل ذاك المدخل هذاك المدخل خصو يتصوب ولدودار كذلك. السيد الرئيس ما غاديش يكتشفوا كاع المؤسسات التحليليه. كاين بعض الشوارع اللي فعلا خصهم يدخلوا، بعض الشوارع اللي كتسجل فيها واحد النسبه عاليه ديال 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 حوادث السير. وان شاء الله يعني في اقرب اجتماع في المكتب اللي ممكن السيد الرئيس نطرحوا هذه النقطه هذه للنقاش. وشكرا جزيلا على سعه الصدر.